على فكرة، إذا عن جد أمير مش حاقد علينا وصار مقتنع إنه نحن مش مذنبين بحق بيو، فبتمنى إنك تتجوزيه لأنه ابن أصل وشهم. شو بابا؟ شو قلت إنه أنا وأمير نخطب وإنه شو جنيتي؟ خلصوا! خلصوا كلكم! خلوني فكر بهالقلة الأدب اللي عم تحكوا فيها. اسكتوا خليني فكر. بدي فكر باللي سمعته. بدي فكر شو بدي أعمل. اسمعوا مني كل واحد على أوضته أحسن ما أخرب الدنيا على راسكم. كل واحد على أوضته. قومي وردة تفضلي. شو بدك تنامي هون؟ ايه طلب مني يحيى قبل ما ينام من وقتها يوعي يلاقيني هون. طيب اوكي.
تعني من حدنا زبطها جد. يلا بس اجيب اغراضي. نزرع لك بستان ورود. الو في الو سارة كيفك بابا؟ اشتقنا لك بابا. احبك كثير يا بابا. وازرع عليك بستان ورود. بابا بابا هي انت بابا؟ انت سكران؟ حط بيديك وما ودعوني وما بابا 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 خليك معي بابا. وما شافوا عيوني. امير بابا شو بتقول انت؟ بابا امير افتح. هذا بابا البابا البابا على التليفون. الو راحوا راح ظلموا. بابا وينك؟ ترى لم إلا البلد. سكران سكران عم يحكي لها. سكران بابا وينك؟ قل لي وينك؟ قل لي وينك؟ نهبوا يا بابا. شو بك؟ بابا روق شوي روق وقل لي وينك؟ القلب الخاين. بابا لو كنت على القمر بطلع بجيبك. بس قل لي انت وين؟ يا كلب بعرف انكم عم تسمعوني. بعرف انكم عم تسمعوني. رح عليكم واحد 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 عليكم. الو بابا بابا الو. يا الله سكر. يا الله وين رايح؟ أمير ثم تترك أمير ثم خبرتي خيك انه يجي ياخذ السياره من المطار؟ ايه خبرته.
لك العمى عشو مكشرة من وجه الضو؟ منيح ماني محقق لك حلمك ومطلعك بالطيارة. ما بعرف، خايفة. من شو خفتي؟ خايفة غادي من المهمة اللي سلمنا إياها عمك. ما بعرف، حاسة إنه نحن رح نتورط ويتركونا لحالنا. لك الله لا يحرمك جذبتك، أنت بشرفك حاجة تحللي، الله يرضى عليك. حطي فيروز، حطي، حطي ولا بقى تسمعيني صوتك. تبقى ميل تبقى سقى مثل الأول ضل سقى. جهاد حكي مع سارة امبارح بالليل، وأمير كان حدا وكمان حكي مع بيو. وشو صار؟ خبرتني سارة أنه كان جهاد سكران، كان عم يحكي معها يغني ويضحك ويبكي بذات الوقت، ولما أمير أخذ التليفون منها لحتى يحكي مع بيو، جهاد سكت وما عاد حكي وصار يتسمع، وبعد شوي سكر الخط. معقول يكون سكران؟ لكي مرت عمي، إذا أنت كنت عم تحكي على التليفون مع حدا سكران ما بتعرفي، ما بتحسي عليه؟ إيه نعم كان سكران، يعني جهاد لا محبوس ولا مخطوف، يعني تخيل إنه اللي خاطفه قاعد عم بيسكر معه لجهاد. طيب أمير، أمير شو قال؟ سارة قالت لي إنه أمير جن جنونه، صار يصرخ ويعيط ويقول له إنه أنا رح أعرف مين اللي خاطفك، وأنا رح أعرف وينك وين ما كنت. وظهر يمشي بالليلة وحده، بقي يمشي كل ليلة وجه الصبح وما رجع إلا للفجر، ونام بعده لهلأ نايم. يا الله. مرت عمي، أنا حكيت مع عصام، قلت له يجي اليوم لهون لحتى نحكي سوا بالموضوع اللي حكيت فيه أنا وياك. شو بكي بعد ما جهزتي؟ يلا بدنا نمشي. لوين خيي بدنا نمشي؟ نور حبيبتي، بدي احكي معك بموضوع عمتك المريضة. يعني إذا حابة تروحي تزوريها بلبنان لتطمني عليها، أنا بدي إياكي تعرفي إنه نحن كلنا هون حديك، وبالنسبة ليحيى صغير ولا تعتلي هم، أنا رح أهتم فيه لحد ما كنت رجعتي. وأنا كمان كنت عم فكر نفس الشيء، أنت لازم تروحي تشوفي عمتك وتشقي عليها، وأنا يا ريت بقدر أكون معك، يا ريت. أكيد لا. بقصد أنت والطيارة منكم صحبة هلا، إن شاء الله قريباً بتتصالحوا وبيمشي الحال. معلي بنحكي بهالموضوع بعدين؟ إيه بس في شي حابب أقوله هلأ والتزم فيه. بالنسبة إلي إذا هي بتحب تجي لهون فأنا حاضر وبالتزم، من الباسبور لغاية وصولها لعنا أهلا وسهلا فيها، وبعتقد إنه وردي ما بتمانع أبداً. نحن بهمنا سعادتك. يعني بشكركم كتير. أما بخصوصك أنت زينة، فقصة أمير مع بيو الحقيقة يعني خلتني أكون حذر شوي، لأنه أنا الناس الحاقدين والناس اللي ما حاطين قدامهم غاية إلا الانتقام ما كتير يعني برتاح لهم. هلا أنا أكيد رفضت أمير لما عرفت بهالموضوع، إنما هالقصة كمان لما فكرت منيح لقيت إنه لها وجهة نظر تانية.
وجهة نظره هو بتخليني استنتج انه رجل شهم وفي لبيه. بعدين دير باله كتير على اخته، وبالتالي اكيد رح يدير باله على بنات الناس. بفتكر لهالاسباب بنتي زينة حبته لانه ما شافت منه الا كل شيء منيح. معك حق بابا، معك حق باللي عم بتقوله. يمكن الامير اوقات بيحكي قصص بشعه ومؤذيه، بس بالنتيجه هو خايف على بيه. والله للصراحه ما عم بفهم شيء بهالعائله. هلا معقول بيي انت بدك توافق على خطبتها من امير؟ اذا اجى لهون وحكي بصراحه ولقيته مقتنع تماما من انه نحن ابريا من موضوع بيو، اكيد رح وافق. ها و بخصوص المواضيع الثانيه؟ المواضيع الثانيه شو بتقصد؟ بابا في مجال احكي انا وياك كلمتين بالجنينه لحالنا؟ انه مثل ما امير بخاف على اخته ساره، انا كمان بخاف على اختي زينه. حاضر، قبل ما اروح على الشركه بقعد بحكي انا وياك. بابا. نعم. عن جد انا كثير مبسوطه من اللي عم بسمعه. يعني اي متى فيك تحكي مع امير كرمال يقول له يجي يشوفك؟ حاضر حاضر. الحقيقه انا بفضل يجي لعندي على الشركه لانه في عده مواضيع لازم هلا انا وياه قبل. زينة، انت بنوتي اللي بخاف عليها من نسمة الصيف، ما بقدر استعجل معك. يخلي لنا اياك. تسلمي لي. خيي مش عم بفهم عليك، كيف بدنا نروح نفتش عليه بالحبوسة وهو امبارح بعده حكينا على التليفون وكان سكران؟ ما كان سكران، كان منهار. هذا اسمه انهيار. أمير، البابا امبارح كان ساعة عم يبكي، ساعة عم يضحك، ساعة عم بغني، يعني أكيد كان سكران. وهذا كله بأكد لك أنه أكيد منه بالحبس. سارة، أنا اليوم بدي فتش بالحبوسة، بدي غطي كل الاحتمالات وين معقول يكون. معي تصريح ومنخلص مهمتنا بسرعة. معي تصريح قابل كل المسؤولين، منفتش عليه بالاسم. بدك تيجي معي ولا لا؟ أكيد بدي أجي معك. عال، فإذن يلا فوتي حضري حالك، خلينا نمشي. نور، شو طلب منك أمير؟ طلب مني ما خبر زينة عن السربريز؟ نور، عم تحكي معي أنا حبيبتي مش مع ابنك الصغير. قولي لي شو طلب منك؟ قلت لك ولا شي. نور، إذا بتعرفي أي شيء مش منيح عن أمير لازم تخبريني، لأنه البابا يمكن يقبل خطبته من زينة. نور، زينة أختي الوحيدة وأنا بحبها كتير وبخاف عليها وبدي إياها مبسوطة بحياتها، فقولي لي إذا بتعرفي أي شيء مش منيح عنه، ساعتها أنا بخبر البابا من دون ما أقول له الأسباب. وهو أكيد ما رح يرفض لي طلب هلأ بسبب وضعي الصحي،
بليز قولي لي إذا بتعرفي شيء، قولي لي. أمير بده يخطب زينة ليتقرب من العائلة أكثر، بس عرف حقيقة بيه ويكتشف كل التفاصيل. أمير مقتنع إنه عمو يحيى هو اللي خاطف بيه وهو سبب إفلاسه. عم بيستغل قلبها لزينب بس تيتقرب من العائلة. كيف؟ نور أنت متأكدة من اللي عم تقولي؟ إيه. أنا رح أروح على الجيم، بتقدر إذا تركتك هون؟ أكيد لا، روح. شاد قوم خيي، قوم قوم لنحكي مثل ما قلت لك. وين ست البيت؟ وين ست البيت؟ هياني جيت. لك يا زلمة ما فيك تقعد تكي بلا ست البيت. نو كنت عم بحكي مع زينة. تقبرني مبسوطة كتير، هيئتها مقتنعة واثقة إنه أمير هو الشاب اللي بدها تكمل معه حياتها. دخلك مش هي خبرتك انه نور اعترفت لها انه هي على علاقه مع امير؟ يا ماما يا حبيبي، زينة عم تقول غير شيء. قالت انه امير ما له علاقه بنور، نكر كل القصه لانه هي صرحته وخبرته بالتفصيل شو صار. هو بيقول انه نور معلقه عليه وعم تركض وراه غصب عنه وعم بتفبرك كل هالقصص لحتى تخرب بيناتهم. حلو، وانت طبعا صدقتي ماما، ما هيك؟ يا حبيبي انا ما عارفه لا مين بدي صدق ولا مين بدي كذب، والله العظيم ضعت. انا رح خبركم شيء وبكل صدق، بدي اياكم تسمعوا وتنسوه بسرعه، لانه اذا عرفوا امير او زينة بصير في مشكله كبير. قول بابا، قول أي شيء حتى أرتاح. أنا كنت على معرفة بأبو الأمير، الرجل كان طيب كتير، إنما ظروفه سيئة، طلب مني مساعدة، ساعدته، ومن بعدها صدقاً ما عاد تعرفت عنه شيء. وشي تاني بدي أقولكم إياه، أنا من وقت اللي شفت أمير صار عندي نوع من الشك إنه هيدا هو ابنه. أنا رأيي بأمير إنه شاب معذب وراقي وابن عائلة. بنفس الوقت أنا مستوعب كل اللي عم يعمله كرمال بيو. بيو كان يقول لي ابني هو أنا، وأنا بنظر ابني البطل الوحيد بالدنيا. أنا متفهم وضع أمير ورح ساعده بإني أعطيه كل المعدات. هلأ يصلحها وإذا توفق برجع لي بس رسمالة. يعني باختصار أمير وسارة من عائلة طيبة كتير. هلأ بي غلط، وكل إنسان بيغلط، حدا ما بيغلط. والحقيقة إنه إذا تقدم لخطوبة زينة فأنا رح وافق. أمير ما له ذنب اللي حصل. أنا بالنسبة إلي رح بعتبره مثل ابني، يعني مثلك أنت بالضبط. أما أنت فإذا بتحب سارة وفي توافق من جهتها فما في مانع أنك تخطبها. سارة بنت مهذبة وحلوة وبتجنن. ونور، شو نسيت قصة نور؟ لا ما نسيت ابدا. نور، نور لازم تختفي من حياتنا ككل، وبصورة خاصة من حياة هشام، والأهم من حياة ابنها. وهذا كله رح يحصل يوم اللي بيفوت ابني ليعمل عمليته. لازم تدفع الثمن اللي عملته فينا.
بس هي على علاقة بأمير. انت بابا كيف بتقبل تجوز بنتك لواحد حقير مثل هيدا عمل علاقة مع مرت ابنك؟ هالكلام مش صحيح، ما في اي علاقة بيناتهم، وانا متأكد لحد هلأ نور هي اللي عم تخترع هالكلام هيدا. وينه جهاد خليل هلأ بابا؟ الحقيقة ما بعرف، انا اشتريت منه البضاعة كلها، اللي بيسوى واللي ما بيسوى، حتى خلصوا من الورطة اللي وقع حاله فيها، حتى ظهروا من الحبس ما عاد تعرفت عنه شيء. وهذه الحقيقة ما بدي حدا يعرف عنها شيء، فاهمين؟ ما عم بفهم عليك، ليه ما حدا لازم يعرف يعني؟ لأن إذا أمير عرف أني كنت على علاقة ببيو رح يتهمني أكثر وأكثر أني أنا كنت السبب وراء اللي حصله. بالنسبة إلي أنا رح ساعد أمير ليظهر من هالدوامة اللي هو فيها. إذا تقدم لخطبة زينة أنا رح وافق. بعتذر، أنا مضطر أروح على الشركة، عندي مواعيد. وردي، بعتقد ما في داعي أني وصيكي على هشام. حبيبي هيدا ابني، بدك توصيني بابني؟ هيدا قلبي وعيوني. أوكي شاد، أنا بحبك. ماما، أنت كنت بتعرفي إنه جهاد خليل بيّن لأمير وسارة؟ بيعرفوا بيي؟ لا، بحياتي ما شفته ولا حتى سمعت عنه. بيظهر إنه منه من أصحاب بيك القراب، ما بعرف شي عنه، رح روح شوف هشام. أوكي؟ ما بقى تتنهدي سارة، عم تعصبيني. آه والله؟ شو بعمل يعني، بقطع نفس بفطس؟ إذا منك مقتنعة باللي عم تعمليه لشو جيتي؟ كنت خليكي بالأوتيل. عم تعصبيني هيك. خلص بعتذر خيي، بعتذر. الحقيقة ما فيش حد عندنا موجود بالاسم ده. شكراً. ألو، يا عمتي، أنا نور. كيفك حبيبتي؟ ما بشي صوتي، بركي لأن أنا بتجم. ماني زعلانة، بس عم اطمن عنك. خبريني شي حلو. نطلتك ما هيك؟ إنه شو بيأثر يعني؟ شو عندي شيء أعمله أخرتني عليه؟ أحزاني بشو كنت مشغول. بشو؟ ببيت الجبل، بلشت الورش اليوم. لا عن جد؟ والله إنك واحد مجنون. إيه مجنون، طبعاً مجنون، مجنون بحبك حسام. لازم تلاقي لي جهاد وتجيبه لعندي لهون، لأنه أنا ما رح أرتاح قبل ما ويجو. مش لازم جهاد يختفي من الدنيا أو يموت قبل ما أنا فش خلقي فيه.
أنا ما رح فيي أعيش حياتي معك إلا ما أتواجه معه. يمكن تقول عني مريضة. إيه يمكن أنا مريضة وضعيفة وما رح أعرف أعيش مع رجال تاني إلا ما أطلع من جهات. خلص رح لي بخيلك لقيه. أنا لازم أرتاح. قلتلك رح لقيه بس خايف لما ترجع تشوفيه تضعفي ويخبرك بأشياء مش مزبوطة مثل الأول. لا أنا تغيرت، في أشياء كتير تغيرت، الظروف تغيرت، أنا من جوا صرت أقوى. تعرف ليش؟ لأنك أنت حتى بتحبني، مشان هيك أنا صرت أقوى. ما بدك تشربينا قهوة؟ أكيد تفضل. أوه شو حلوة هالشمسين اليوم. أنا كل نهار بدي أعمل سويمينج، بدي أتسبح. تتسبحي؟ ولك أنت شايف المي غير بالبانيو عندكم بالبيت، بتعرفي تسبحي يا مسطولة أنت؟ ولك بدي أحط هودي اللي بدي نفخه هيك اللي بفخوشه. يقبرني يقبرني، أنا بسفرني بكسرني تاع الحيط بوصل. لك لما العمى ما أشلاقيك لما جايين بقى نشوف الشاليه تبع الزلمه، هلا وقت محن وسباحه؟ لا هلا بنكاز دير وعشية بنروح نشوف الشاليه. اسمع واذا عمي دق الظهر يا حربوقه ما ترد عليه. تعا تعا بدنا نروح اوت. انت اكلتي قتلتك اليوميه؟ بك ولو حبنا شوي، ما نحن هون مش اليوم طلعت سلة ما فاضي. إن شاء الله بكرة بنطلع. زين هيدي المرة العشرين اللي بتطلبني فيها هالطيئس. إيه زينة وينك ما عم ترد؟ أنا عم بتصل فيك من الصبح وأنت ما بترد علي. أنا ما قلت لك إنه اليوم عم تفتش عبي بالحبوسة؟ إيه أكيد نسيت، لأنه الخبرية اللي بدي خبرك إياها بتنسي كل شيء. البابا قبل إنه نخطب. بس قال قبل إنه بده يشوفك بالشركة. إيه شفت رقمه وطلبني مرتين بس ما قدرت رد عليه. هلا برجع بطلبه. أوكي. أمير كأنك مش مبسوط، كأنه ما انبسط باللي قلت لك إياه. بلا بلا أكيد كتير مبسوط، بس هيك تعبت من البرم اليوم. حبيبتي خليني أطلبه تشوف شو بده، بركة هيك بنخطب بسرعة. أوكي حبي. وأنا بموت فيك. يلا باي. غريب بيي قبل انه نخطب، عن جد شي غريب. قولك شو موقف شادي من هذا الموضوع؟ كيف اني اعرف يعني انا ليش انا عم بحكي مع شادي؟ هلا اهم شي احكي مع نور، بركي فكرت منيح وغيرت رأيها وقبلت تساعدني. سارة أنا بحبها كثير، بحبها مش قادر أبعد عنها، مشتاق لها كثير. بس هي ما بتحبني، مش عم تقبل تساعدني. لك آخ فيني اتنهد هلأ ولا كمان ممنوع؟ لا ممنوع
هاي جاكي. كافي از ريدي. اوكي بوت سام شوجر. أمي، في شيء كتير مهم بدي خبرك إياه. شو بك يا حبيبي؟ قلي، حاسس بشي؟ روقي أمي وارتاحي، الموضوع بيتعلق بنور. بدي خبرك عن نور. ممكن أوثق فيكي وخبرك سر صار لي كل عمري مخبيه بقلبي وأنت تخبيه بقلبك؟ أكيد أكيد يا حبيبي، قول شو بك؟ خبرني شو في؟ عم ترد علي؟ طلبيها انت بركي بترد. شو بدي اقول لها انا اذا طلبتها يعني؟ انت طلبيها انا بحكي. عم برن هدي. الو، على ساره بتردي بس علي لا، ما هيك؟ كنت مشغوله، عم نقي لك هديه لخطبتك. قولي انك معي وحدي وشوفي كيف بنسى الدنيا كلها. نور، جيب الصبي وهربي معي وشوفي كيف ما بعود بدي شي من هالدنيا. انت ما بتحبني امير، انت مريض ببيك. لك انا بموت فيكي، بموت فيكي. كيف ما عم تشوفي هالشيء؟ كيف؟ انت اذا بدك تخطب زينة ما بقى تلفلي، واذا بدك تحكينا عن قصة الخاطف كمان ما بقى تلفلي. انا مش قادرة اتحمل بقى، خلص ما عم بقدر اتحمل، ما بيكفيني كل المأساة اللي عشتهم من انا وصغيرة لهلا، خلص بقى. نور كانت كتير صغيرة يعني بسن المراهقة، تعرضت لاعتداء. شو يعني اعتداء؟ اعتداء اعتداء أمي. شو اعتداء ومن مين؟ ما خبرتني من مين وأنا ما حبيت ضيقة، بس هي تعرضت لتحرش جنسي. تحرش جنسي؟ اغتصاب يعني؟ قلبي قلبي بريء، شو بدك بقلبي؟ عمري طريق ونهايه.